استاذ محمد ابو شتاكي معنا على الخط الهاتفي ايضا. صباح الخير لحضرتك. صباح النور لكم جميعا. بك ندخل مباشره في صلب الموضوع ونتحدث عن المعلومات التي لديكم. نعم، حقيقه اعتقل الشيخ يوسف الباز. نعم. امام المسجد الكبير في مدينه اللد. هذا الاعتقال جاء اعتقالا باطلا عندما قام احد المتطرفين في مدينه اللد بمؤازره بلديه اللد باغلاق الشريان الرئيسي لحي صلاح الدين في المدينه. وعندما اتى الشيخ يوسف الباز لكي يوضح ما هو السبب في اغلاق هذا الشريان للحي الذي يقطنه حوالي 6000 نسمه من اهالي مدينه اللد العرب، واذا به تهجم على الشيخ فضيله الشيخ وقام بلكمه عده لكمات، وعلى اثر ذلك طبعا اصيب الشيخ في ساقه وفي ركبته، وقام هذا المتطرف برفع شكوى للشرطه مما استدعت الشرطه الشيخ وتم اعتقال الشيخ. بالامس طبعا كان هنالك محكمه في مدينه ريشون وتم تمديد اعتقال الشيخ يوسف الباز لهذا اليوم بالساعه 9 صباحا في محكمة بيت حتيقبة. نحن نتأمل طبعا بأن الشيخ يحرر، لأن هنالك هجمة شرسة جدا من رئيس البلدية وزمرته المتطرفين وهؤلاء المستوطنين الذين قدموا لتعكير أجواء مدينة اللد وخاصة الوسط العربي. نحن طبعا نطالب من البلدية ومن رئيس البلدية عندما قاموا بإغلاق هذا الشريان للحي بفتح الطريق او شق طريق بديل لهذه حي صلاح الدين. وطبعا تجاهل رئيس البلديه علما باننا قدمنا لدائره اراضي اسرائيل بمصادره هذه القطعه من الارض التي تم فتح شارع منها، ولكن البلديه للاسف الشديد لم تتابع هذه الخطوه التي قدمناها كثلاث اعضاء بلديه، ومضى على هذه الطلب ما يقارب الثمان شهور، ورئيس البلدية تجاهل ذلك جيدا ويتجاهل الوسط العربي ويقوم بتضييق على الوسط العربي في مناحي جميع الحياة اليومية من معاناة ومن مخالفات في المشاغل العربية في المدينة. نعم، يعني أستاذ محمد، تحديدا من هاي الأحداث الأخيرة، الاعتقالات المستمرة، إغلاق الشوارع، مصادرة الأراضي وما تفضلت فيه أيضا، يذكر أنه المحامي الزبارقة علق على هذا الموضوع وذكر أنه السكان العرب في مدينة اللد يعانون الأمرين من هاي السياسة الممنهجة. يعني إذا بدنا نحكي عن القضية بمفهومها الواسع، شو بإمكانك تحدثنا عن المساعي المستمرة في التضييق على يعني المواطنين العرب في اللد تحديدا؟ حقيقة عندما أتى المتطرفين وخاصة من البيت اليهودي ومن نواة توراتية بأن بلدية اللد وشرطة اللد طبعا اتخذوا عدة خطوات للتضييق للوسط العربي، ونحن نذكر جيدا عندما قام رئيس البلدية المتطرف باقتحام المسجد الدهمش يوم العيد صباحا عندما قام المصلين بالتوجه لصلاة العيد، وإذ به يقتحم المسجد ويدخل مطالبا جميع المصلين بإغلاق مكبرات الصوت. ومن ناحية ثانية هنالك أيضا معاناة من خاصة الشباب الذين يعانون من البطالة اليومية، ونحن طالبنا في المنطقة الصناعية بإدخال الوسط العربي، لأن الوسط العربي اليوم نسبته 33% من إجمال المواطنين في المدينة. وهذا التضييق لا يقتصر عند ذلك فقط، وهنالك مطاردة بعدم نصب خيام الأفراح في المدينة ومطالبة العرب بإقامة هذه الأفراح، وحتى الأطراح أيضا ممنوع تبني خيمة اليوم في حالة عزاء خارج، إلا إذا أنت تريد بناء هذه الخيمة تستطيع بناءها خارج المدينة من بعد المنطقة الصناعية، بسبب أن هنالك إزعاج من العرب تجاه المتطرفين الذين طبعا بنيت لهم دولة إسرائيل ووزارة الإسكان داخل الأحياء العربية للتضييق على هذا على المواطنين العرب. وطبعا من ناحية ثانية عندما يقومون باحتفالاتهم ومناسباتهم
هذا لا يعني تضييق ولا يعني ازعاج المواطنين العرب في المدينه. نعم. قدمنا احتجاجاتنا من هذا القبيل لشرطه المدينه وكذلك لمراقب البلديه، ولكن لا حياه لمن تنادي. نعم. شكرا لمداخلتك معنا سيد محمد ابو شريقي، عضو قائمه النداء العربي في اللد، واحنا بدورنا ايضا راح نتابع كل هذه القضايا والتطورات والاحداث في الفتره القريبه.